مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة، وهنبدأها قبل ما نتحدث عن كرة القدم وعن أخبارنا الرياضية. بالتأكيد حضراتكم عارفين النادي الأهلي مرتبط بقضايا وطنه إلى أبعد مدى. هذه المؤسسة الكبيرة، البيت الكبير، النادي الأهلي مرتبط بكل ما يسعد المصريين وكل ما يطمئن المصريين، وإحنا بالتأكيد كلنا سعداء النادي الأهلي الكيان بأكمله. قناة النادي الأهلي، النادي الأهلي، مسؤولين في مجلس الإدارة وأعضاء وجماهير وكل المرتبطين بهذا الكيان الكبير والمحبين له داخل وخارج مصر، بالتأكيد بتسعدهم أي أخبار بتدعم الاستقرار المصري والعربي وتحافظ على الأمن القومي المصري والعربي والتعاون اللي بيحدث بيننا وبين أشقائنا في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط وفي عالمنا العربي المحيط بنا، للقضاء على جذور الإرهاب وللقصاص من العناصر الإرهابية والخارجة على القانون اللي بتستهدف استقرار مصر أو استقرار المنطقة. وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله قادر أن يحفظ مصر بإذنه تعالى من كل شر ومن كل سوء. هننتقل بعد طبعا الأخبار اللي بيتم تداولها واللي بتسعدنا جميعا، اللي فيها تحرك لأجهزة الدولة والحفاظ عليها، الحفاظ على الداخل المصري وعلى حدودنا أيضا وعلى المحيط اللي بيمثل لينا الأمن القومي المصري، اللي دايما بنقول أنه ممتد إلى أبعاد العالم العربي والشرق الأوسط بأكمله، وأنه لا ينقسم ولا يتجزأ بأي شكل من الأشكال عن الأمن القومي للمنطقة بأكملها. عشان كده مصر بتكون دائما أبدا شريك في كل قضايا الأمن القومي ومواجهة الإرهاب والقضاء عليه وحماية هذه المنطقة، اللي دائما أبدا المسؤولين في بلدنا مدركين وعلى وعي كامل بأن أمننا القومي بيبدأ من الأمن القومي لكل جزء من الأراضي العربية والمنطقة الشرق أوسطية. هننتقل للحديث النهاردة عن طبعا المباراة. بالتأكيد النادي الأهلي لا يسعده غير الفوز ولا يرضى عن الفوز بديلا في أي لقاء محلي أو دولي. بالتأكيد نتائج مباراة الأمس لم تكن مرضية لنا جميعا. فوز الاتحاد السكندري على الأهلي 4-3 في هذه المباراة في الدوري المصري، ده هيكون له نصيب كبير من حوار النهاردة والقراءة والتحليل لهذه المباراة وأسباب الهزيمة وكيف نتجاوزها سريعا، لأن ما عندناش وقت. ارتباطاتنا كتيرة جدا محليا ودوليا، كاس مصر والبطولة العربية واستكمال مشوارنا في قبل نهائي دوري رابطة الأبطال الأفريقي، فضلا عن المنافسة على لقب المفضل للنادي الأهلي وأعضائه وجماهيره وهو الدوري العام المصري اللي إن شاء الله هنفوز به رغم هذه العقبة أو التعثر في أي لقاء أو أي مباراة من المباريات. وهذا لا ينتقص من حق المنافسين، وكل التحية والتقدير طبعا، وبنقدم التهنئة لفريق الاتحاد السكندري، قدم مباراة جيدة فنيا وبدنيا وفوز مستحق بهذا اللقاء. لكن بالتأكيد اللي بيهمنا في المقام الأول هو قراءة أسباب هذه الهزيمة وكيف لا تتكرر أو كيفية تفاديها في لقاءاتنا القادمة. ما عندناش وقت للتوقف كتير عند هذه المباراة، والاستعدادات مستمرة وجارية على قدم وساق في تدريبات الفريق الأول بقيادة الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني والكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، والاستعدادات جارية لكافة الارتباطات. عندنا مباراة مهمة جدا بعد 48 ساعة في كأس مصر في دور ال 32، وزي ما حضراتكم تعودتوا ان النادي الاهلي قدروا دائما ابدا المنافسه على كل الالقاب والبطولات والمنافسات اللي بيكون طرف فيها او بيشارك فيها. نذهب الى هذا الحوار بعد قليل مع نجمنا، واحد من نجوم الكره المصريه، المنتخب الوطني والنادي الاهلي سابقا، الكابتن محمود ابو الدهب. هيكلمنا عن رؤيته لهذه المباراه والمباريات القادمه ورؤيته لمشوار الاهلي سواء في البطولات المحليه وخاصه في الدوري العام. لسه هنبدا طبعا زي ما قلنا لحضراتكم مشوارنا في كاس مصر يوم الاربعاء المقبل، وايضا هنتكلم عن البطولتين، البطوله الافريقيه والبطوله العربيه، وفرص النادي الاهلي في البطولتين بعد ما اقتربنا جدا باذن الله من العوده للصداره في القاره الافريقيه، ومنها ان شاء الله الى المشاركه مره اخرى وبقوه وبنتائج افضل باذن الله في كأس العالم للأندية. هنتكلم عن استعدادات النادي وعملية التطوير التجري في النادي وكل الأمور المتعلقة بالتطوير بشكل عام والنهوض بأمور كرة القدم بشكل خاص. كمان هيكون عندنا أكتر من تغطية وأكتر من لقاء مصور ومميز جدا. عندنا تصريحات لوزير الشباب والرياضة يتحدث فيها عن الدور المجتمعي الإيجابي للنادي الأهلي المصري وارتباطه بقضايا وطنه وقضايا مجتمعه. كمان من خلال التقارير اللي هنتابعها مع حضراتكم، عندنا إشادة من وزير الشباب والرياضة بدور قناة الأهلي واللغة الإعلامية اللي بتتحدثها قناة الأهلي وتناولها بشكل موضوعي وبعيد عن التعصب أو عن الخروج عن اللائق أو عن أي شيء يغذي التعصب أو أي نوع من العصبية أو التجاوزات في الوسط الرياضي. ودعوتنا الدائمة إلى أن يتسم الجميع بالسمات الطيبة والحسنة حتى لو اختلفنا في وجهات نظرنا في الأندية اللي احنا بنشجعها، في وجهاتنا أو توجهاتنا أو أهوائنا الرياضية، لكن في إطار حبنا للمجال الرياضي ورغبتنا في أن تنجح الرياضة المصرية وتزداد نجاحا على كافة المستويات، سواء كنا
بنتكلم عن المنتخب الوطني، عن المنتخبات او الانديه، سواء بنتكلم عن كره القدم او اي رياضه اخرى، يهمنا تبقى الصوره ايجابيه، النجاحات المصريه بتسعدنا، ويهمنا ان يكون دائما الاختلاف والخلاف في الوسط الرياضي داخل الاطار المقبول والمرجو منا جميعا.